باحترام. اه احنا عايزين، بس احنا كنا بنحترم المنافس طبعًا. وبنحترم نادي الزمالك عمرنا ما نزلنا وكنا علشان كده الدنيا ماشيه. وطول ما احنا هنحترم المنافسين بتوعنا وعايزين نبقى احسن منهم، طول ما ربنا هيوفقنا وهنجيب طبول. الو بطولات. الو، هو انا كان لازم اكون موجود في القعده دي على فكره. طب ما جيتش ليه يا نجم؟ ما هو احنا ما تيجي ده سعد يعني الدرباكي وسيد معوض وكابتن اسلام الشاطر، فلا انا كان لازم اكون موجود في القعده دي. ده عماد متعب تخيل. يا لهوي يا خراشي، هي 90 بلس يا ملك ال 90. ازيك يا عم مصر؟ وحشنا والله. انت كمان الاخبار؟ اخبارك ايه؟ عايز اقول لك حاجه بس قبل ما تبداوا الكلام، اقول لك حاجه بركات يا كابتن سيد. اتفضل. تتوقعوا انا بعمل ايه دلوقتي؟ بتستار. انا لا استنى، انا ممكن اتوقع حاجات كتير قوي عماد ممكن تكون بتعملها دلوقتي. ايه؟ انا تخيل انا بتمرن. بتتمرن؟ دي كدب. دي كده والله والله. يا بيه يا بيه، انا قعدنا مع بعض 10 سنين ما شفتكش تتمرن اصلا. انت جاي تتمرن؟ كنت بتيجي تمرين الفرقه بالعافيه والله. ده كنت بعدي اجيبه من البيت عشان التمرين. تتمرن ازاي يا متعب؟ يا متعب تتمرن ازاي وليه؟ باخد العجل عندي في المعادي واطلع اجري بيها ساعتين كل يوم. تاخد ايه؟ انا مش سامع يا عم. ده تلاقيه ماسك الكوره، هتلاقي الكلب بتاعه هو بيجيب له الكوره، الكلب هو اللي بيجري بيجيب له الكوره ويجي يفضل يرمي كل حاجه. هو ده التمرين. اه والله. هو ده فاكر ايه؟ هو ده فاكر. امال انت فاكر عماد بيجري يعني دلوقتي؟ انت سمعت هو بيقول لك ايه ولا ما سمعتش؟ سمعت هو بيقول لك ايه ولا لا؟ لا ما سمعتش. عليه لا قول له تاني يا نجم معلش. بقول لك يا عماد، انت بتمرن تلاقيك بترمي الكوره للكلب بتاعك هو اللي بيجري يجيبها لك ويجي. يعني بيقول لك ماسك العجله وماشي بيها. كابتن بركات، كابتن اسلام، كابتن سيد، انا عايز اقول لكم والله العظيم انا اتشرفت ان انا لعبت مع ثلاثه من انضف واحسن الشخصيات اللي شفتهم في حياتي وقابلتهم في حياتي. لا بس انت كنت بتكرهني. لا انت كنت بتكرهني يا متعب، واول مقابله ما كانتش لطيفه، انت كنت بتكرهني لما جيت النادي. اه ماشي، ما انا بقول لك انا قال لك اه ماشي، قال لك اه ماشي. قبل ما اقابلك يا كابتن بركات ما كنتش اعرفك، لكن لما عرفتك في النادي لا طبعا الوضع اختلف. يعني كابتن بركات بيقول لي وكابتن سيد اللعيبه دي والجيل ده ميزته ان احنا طلعنا لقينا لعيبه كبار، نجوم كبار جدا، متواضعين جدا ورجاله، وازاي بيلتزموا بالتدريبات وبالمباريات وازاي بيلتزموا بالتعليمات اللي بياخدوها سواء من مدير الكوره او من المدير الفني، وازاي بيقبلوا ان هم يلعبوا يكون لعيب اساسي ويكون احتياطي مع انه اسم كبير ونجم كبير. ده اللي خلانا وصلنا ونجحنا معاهم ووصلنا لحاجه كويسه وعملنا انجازات مع بعض، لان احنا اتعلمنا منهم كل حاجه ليها علاقه باحترام كره القدم صراحه. دي حقيقه، دي حقيقه. وانا دايما يا عماد اما حتى الناس بتكلمني، اما حتى بيجي يتكلموا يفضل يقول لك انتوا انتوا انتوا، فانا دايما اقول لهم ايه حاجه سيد يا اسلام، انا ضد المقارنات، يعني مقارنات صح. الاجيال ببعظ ليه؟ لان احنا مثلا ممكن وارد لو ظروف مختلفه كل حاجه فممكن تظلم ناس عن ناس طبعا. ليه؟ لان الظروف مختلفه. احنا ممكن يكون لو تفتكر يا عماد احنا لما جينا اتلمينا كلنا كجيل واحد كباتن، احنا كان النادي الاهلي قعد 4 سنين ما ياخدش دوري. اه يعني 4 سنين، فابتدى النادي الاهلي يعني بقت موضوع بالنسبه له يعني، والجمهور طبعا مش متعود على الكلام دوت، فبقى ابعت هات بركات من هنا وابو تريكه من هنا وحسن مصطفى واسلام والنحاس عشان ما ننساش حد، ولكن الظروف حكمت او ساعدت ان الواحد اتحط يا سيد في المجموعه دي فجاه. صح. فبقت فرقتنا. وبعد كده هو احنا كنا بننزل بنلعب ال 11 لعيب يا عماد، واحنا كنا كل ماتش ال 11 فايقين ولا؟ ولكن احنا كان في ماتشات لو في 6 فايقين وخمسه مش شايفين الناس ما بتشوفش كده، ما بتحسش. فالنهارده انا كويس فبشيل سيد، سيد كويس بيشيل، فالدنيا فضلت ماشيه كده. انما هو حظ يعني، حظينا كويس. اه طبعا اجتهدنا، ولكن برضو انا ضد المقارنات. انا مع حركة بركات، هي النقطه كلها زي ما بيتقال بالظبط. يعني انا من حظي الحلو ان انا طلعت لعبت مع نجوم كبار واسامي كبيره جدا، خدت منهم الخبرات وخدت منهم الالتزام وشالوني داخل الملعب. كنت حاسس ان انا محمي ومتسم داخل الملعب، فصعب انك تحط اللعيبه في القارات مع بعض، انك تحط لبعض انت بتتكلم من قاره ثانيه كده. هتلاقيه بيصطاد. اسمع مني انا عشان انت بتصطاد يا نجم ولا ايه؟ انا واقف عشان اه بس اه انا في الشارع بس، فهي دي المشكله. انا واقف كده سامعني كويس؟ اه كده كويس. طيب زي الفل.
بقول لك ان فعلا في لعيبه ممكن تتظلم في وقت من الاوقات في ظروف التوقيت اللي تكون موجوده فيه في النادي، لكن انا بحمد ربنا ان انا اتواجدت وسط نجوم كبار زي ما بقول، واهم من الفنيات والامكانيات الاحترام والالتزام والرجوله في الملعب. اوقات كثيره جدا ما بنكونش احسن في الملعب فنيا، لكن باصرارنا وبالعزيمه وبشخصيتنا القويه وحبنا لبعض كنا بنكسب ماتشات وبنكسب بطولات كمان. وطبعا بقى الحمد لله ادي واحد من الناس اللي هي كانت لما بتقف بقى، هو كان ياما عمل لنا ماتشات وما خلص لنا ماتشات. هو اللي بيقول لك كان اللي كان بص بقى ما بتلاقي ايه في التمرين عماد متعب، يعني مثلا ممكن يكون ما بيقرص قوي ولا بتاع ولا كلام، بيقرص خالص ممكن ولكن لا، يعني عماد من نص فرصه بيخلص طول عمرنا، حتى لحد الفترات الاخيره أيوة. اللي ابتدى يحصل بقى شويه فيها مشاكل مع عماد متعب، ابتدى يبعد كتير كلام من ده، كان الواحد بقلب جامد كان يقول لك عماد متعب جوه الصندوق، عماد متعب لو هو 60% من مستواه الاخطر يخلص لك من نص فرصه، يخلص لك من نص وحد فرصة. اواخر ايامه قبل ما يبطل كان بينزل، كان ممكن في لو لعب 5 دقائق 10 دقائق كان بيجيب اجوان، وكان يعني برضه عماد انا يا كابتن اسلام ربنا يسامح اللي كان السبب في وظل ظهري من اوفراته المعفنه اكيد مش انا، اكيد مش انا اكيد ولا انا بعتمد على الاختراق يا نجم، هو بيعتمد على اللي بيعمل الاوفرات دوت، بس هو ده هو بيتهمني بجول الجزائر ان هو ظهره وجعه من يومه، ده هو الجول ده اللي مسيطه يعني هو شهرته من الجول ده. عايزين الاتحاد الليبي كمان، يعني انت عملت له كوره وانا لمسها ولا خطيت وصل لي بس ده كان اوفر وحش قوي بجد ده. ما شوف ما انا بقول لك بقى كابتن اسلام شوف الاوفر عامل ازاي، وانت اللي لازم انت اللي ظبطت، انت اللي علونه وعماد متعب يعني حيا الاوفر يعني بص رجع قوي لا وبص عشان تعرف برضو بمناسبه اللي احنا بنتكلم كده، عشان تعرف ان احنا كبرنا برضو، مش تعرف عماد متعب وانا مش عايزك تعلق عماد، يعني لو انت محرج ان انت تعلق في اللي انا هقوله ده، يعني عماد متعب مرشح ان يكون مديرا للمنتخب الوطني ومن ابرز احنا بنتكلم دلوقتي مع كابتن ابرز. استنى يا عماد انت بتتكلم جد كابتن سيد كابتن اسلام استنى يا عماد ثانيه واحده، لا لو محرج ان انت تتكلم في الموضوع ده ما تفتحش، يعني احنا هنتكلم عماد متعب مرشح لايه؟ لمدير منتخب مصر يا ابني احنا مش قلنا عايزين نبدا بدايه جديده وقلنا هنبوح احنا مش قلنا هنبدا بدايه جديده في الكره المصريه، ما هنعمل ايه بقى؟ ما يعني اصل انا بقى ببعد فترات كبيره اقول لك على حاجه بامانه اسمع هو بيقول لك اهو بيقول لك في يوم من الايام كنت تتخيل ان هو يبقى محلل؟ لا لا طب لو بتتفرج عليه خالص لو بتتفرج عليه بيمتعني جدا والله بيمتعني جدا بيمتعني بيتكلم الحاجات اللي انا ببقى عايز اقولها، يعني يعني رؤيتي في الكوره قريبه ده جون الاتحاد اللي بقى جايبينه لك على الشاشه يا سيد اوفر طبعا اوفر حلو جدا شفت الاوفر عامل ازاي؟ والله رجعه كده تاني يا شادي والله حلو جدا ده اهو حلو حلو بس محتاج معجزه عشان الكوره دي قال لك اوفر حلو طب انا مش هتكلم لا طب وبالنسبه للجون الاولاني الاوفر اللي جه من الناحيه الثانيه يا جماعه ما عندكوش جوه في الاستاد عندنا ده احنا عندنا كل حاجه ده الاولاني الجون الثاني بقى اللي جه من الناحيه الثانيه بقى ده مش عندكوا شفت الاوفر اللي بيجي من الناحيه الثانيه مرتاح ازاي يخلي فاضل يجيب جول الكره الدنيا سهله مش محتاج يتعذب ويستلم ويلف وهو حته الجاتوه انا بعمل لك بص الناحيه الثانيه فين الجون الثاني الاولاني يا شادي يعني تعالى لي الاول يا نجم ماشي الاولاني انا الثاني فاضل والثالث شاف طيب يعني الجون الثاني ده حته جاتوه انت اللي عامله حته جاتوه يا لفضل لفضل انت هات اصل ده بص اداله اوفر وراه لسه هيعمل كده ولا انما بص فضل جات له ازاي هو فضل عمل فضل يا عم اتغر دلوقتي ما بيردش على التليفون وبتاع ما يعني لا 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 ده فضل ده حته السكر ماشي, ماشي. فضل ده لا بص ده فضل ده انا داخل المداخله دي عشان نهدي النفوس بس لا 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 فضل لا لا حته السكر لا لا طبعا فضل ده اخونا وحبيبنا يا ساده معوض انت فين يا ساده المعادي مش خالص والله عمدة انا بسمع عنك انما ما بشوفك والله يا عماد احنا بنتصل بنبقى عايزين نتصل نجيبك بس احنا عارفين ان انت بتبقى واحده بالليل بتتمرن فيعني بنقول لك تعالى فين بقى وامتى تتمرن واحده بالليل انهي مكان اللي فاتح واحده بالليل بتمرن لا بس فيه لا ماسك اخد العجله وبيتمشى بيها بيتمشى بيها ده كله بقول لك واخد العجله بتاعتي وبجري بيها في اي مكان ايه بتجري بيها فين بيجري فيها فين اساله بقى لو انت رجعت من الاستوديو هتلاقيني في المعادي هتلاقيني تحت بيتك ماشي يا سيدي متشكرين يا سيدي عشان يعني برضو خلي بالك هو ايه عشان هو تخن شويه فقال لك ايه الحق نفسي بدل ما صح؟ صح
لا دي حقيقه، دي حقيقه والله. صح والله دي حقيقه. انا 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 بنتي بتقول لي انت بطنك بصيخه. لا على سيد معوض. لا احنا لا بقيت مكسوف من ده. يعني عماد ايام جميله كلنا قضيناها مع بعض، وكلنا طبعا كانت ايام ستظل دائما ايام حلوه، وكلنا هنفضل نتذكر هذه الايام، وهنفضل دائما ما بنشوفش بعض كتير، ولكن لما بنشوف بعض بتبقى ايام حلوه جدا يا عماد. طبعا طبعا والله كابتن اسلام، يعني الواحد خرج من الكوره باصحاب رجاله، والحمد لله ببطولات وانجازات حققها لجماهيره ولناديه، وحتى ان هو فخور باللي هو عمله، وده كان ناتج عن حب اللعيبه لبعض واخلاصها واصرارها وعزيمتها. واتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه للنادي الاهلي والمنتخب مصر يكون في مزيد من الانتصارات ومزيد من التالق للعيبه اللي موجوده والاجيال اللي جايه. عايز تقول له حاجه يا كابتن بركات اخيرا، يعني تدي له حاجتين كده ولا حاجه؟ والله لا، يعني انا يعني كان ليا موقف مع عماد متعب. اتفضل يا نجم. اكيد خلاص بقى عماد، يعني اكيد ما فيش زعل ما بيننا يعني. لا يا كابتن اتفضل يا كابتن. بنلعب ماتش في المحله وبنسخن حلو، فالجمهور هاري عماد متعب شتيمه. فهاري باسم حد معين. يعني باسم حد معين. شتيمه شتيمه شتيمه. فانا ساكت، انا ما اعرفش مين اساسا بيشتمه ومين ولا. فانا بالنسبه لي الموضوع الموضوع مش في دماغك. فالمهم ايه، هو الشتيمه موجهه لعماد، فانا كنت رايح لعماد قلت له إيه؟ بقول لك ايه يا عماد، هي الاسم العميل اللي ده ما اعرفش إيه؟ قال لي ما اعرفش ما بيشتموا مين. تمام. بعد ما راح عمل كذا كذا كده رجع، فرجع متنرفز اكتر بشويه. قلت له في ايه؟ قال لي لا اصل خد بالك الاسم دوت اسم امي، اقسم بالله ده لو بيشتم امي. قلت له يا ابني انت عبيط، ما بيشتم امك طبعا، ما بيشتم امي. ماشي يا بركات. يعني حبيبي يا عمده، حبيبي حبيبي. ها بركات ايه؟ مش فاكرني بتاعت قبل نهائي افريقيا. بتاعت ايه؟ قبل نهائي افريقيا اللي هي طب ما تقولها يا عم، احنا عمالين نقول ذكريات اهو. اهلي وزمالك. اهلي وزمالك بتاعت لما كان في المشكله كانت حاصله، وكنت رحت المعسكر ومانو جوزيه بهدلت المعسكر ولعبت. ايوه وراح مكان لي ثوابت. بص هو مين اللي عمل لك الجون ده يا متعب؟ ايه؟ مين اللي عمل لك الجون ده؟ مش ده قبل نهائي 2-0 صح؟ مش اللي انا طلعت بال... لا 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 مش ده. لا خلاص لا مش ده قبل نهائي افريقيا قبل نهائي. لا مش ده، لا الثاني دوت ممكن يكون عماد كان مسجون ساعتها. بص عماد من ساعه ما نزل ملعب، بص شتيمه إيه؟ لا مش شتيمه بلا ايه، ثوابت عشان المشكله اللي كانت حصلت واللي حصلت. ثوابت انا بقى ضربت عليه سبرنت اما جاب الجون، انا اقول له ثوابت. رحت قلت له ثوابت وحضنته. حبيبي يا متعب. يعني ايام والله ايام جميله وذكريات جميله، وعارف حتى في الصعوبات اللي كانت موجوده. اتفضل لا مؤاخذة يا عماد، عز ما كنت الاوفر يا عماد هو ده، لو جايبين الاوفر اللي انا بعمله له حته الجاتول على دماغ فضل، لا فضل محتاج يلف ولا يا متعب يا متعب. قول له اتعلمت منين الاوفرات دي؟ والله يا كابتن اسلام انا خليك، انا قاعد انا بره في كريمته قاعدين في الاستوديو، مش عايز اولع الاستوديو. طب ما تجيب العجله وتيجي. لا بقول لك يعني ما عندناش كراسي ده كده هاجي لكم بكره. لا حبيبي يا عمده، شرفت ونورت، ودايما بتشرف وبتنور يا عماد. ربنا يخليك. دايما متالق ودايما، وربنا يكرمك في اللي جاي، في الخطوه اللي جايه ان شاء الله. يا رب يا كابتن. شكرا لك. التوفيق يا عمده. التوفيق يا حبيبي. لما تطلع فاصل عشان انا امشي بقى.